لك شو جابك لهولك بنتي؟ مو على اساس ما تطلعي من بيتك ولا تشلقي حدا انك ساكنه هون بالحاره؟ لبين ابو خالد ما يشتري بيت برات الحاره؟ اضطريت اطلع من الحبس يلي معيشني فيه ابو خالد كرماله، لانه طلع مسرقان يا بي. شو؟ جاي لخبرك، قلت بركي بتروح معي على الكراكون. لك بنتي ما بحسن اترك الفرن، فهميني شو القصه؟ ما في داعي، خلص بروح لحالي. السلام عليكم. العمى لك هاي زهور.